يعني ايه التوكل على الله سبحانه وتعالى؟ يعني ايه التوكل على الله سبحانه وتعالى؟ حق التوكل، لان ده اول حاجه، لو ما عملتهاش ما ضيعش وقتك، لان هتبص لها طول ما انت ماشي في الدنيا، ربنا هيخلي حياتك دانكن، لا في تبعد عنه، فتبص لها ازاي دي نعملها وما ننساهاش، وازاي تعمل لها رابط، تعملها تلقائيا من غير ما تفكر. طول ما احنا ماشيين هنتكلم بعد كده على قدرات الانسان اللامحدوده، عشان تبدا تعرف انك ما تستخدمش الانا وتقول انا، وبعدين تقول حاجه سلبيه، لان اول ما تقول انا وتقول وراها اي شيء المخ يفتكرها شخصيه، لما تقول انا فاشل ولا انا مكتئب ولا انا عصبي ولا انا مدخن، اول ما تقول انا المخ يصدقك، ولو كررتها اكتر من مره هتبقى تكيف عصبي تطلع تلقائيا من غير ما تفكر. فازاي نتكلم في حكايه الانا، وازاي تكون حريص فيها، وازاي تعمل تلقائيا بحيث تعملها ايجابيا، فدي هنعملها في الحلقه الثانيه ان شاء الله. الحلقه الثالثه هنتكلم على كل حاجه فيها تغيير موجوده في حاجه اسمها المفهوم الذاتي. هنتكلم على المفهوم الذاتي. يعني ايه المفهوم الذاتي؟ اول ما جينا في الدنيا ما عندناش مفهوم، ما عندناش معنى، فبدانا نتعلم المعنى، عشان كده المعنى جانا بالاسماء، عشان كده الله سبحانه وتعالى وعلم ادم الاسماء كلها. كلمه علم دي ده ادراك، ادراك بمعنى، المعنى جواها الاسم الاسماء وبعدين المعاني، فهنتعلم الحاجات دي بالتفصيل مع بعض، هتعرف يعني ايه المفهوم الذاتي جواه ادراكك. اول ما ادركت معنى، والمعنى ده كون لك لغه، واللغه دي سببت لك بعد كده التركيز، والتركيز سبب لك الاحاسيس، والاحاسيس سببت السلوك، والسلوك سببت النتائج. شايفين كل واحده بتسبب الثانيه، هنتكلم في كل ده بالتفصيل عشان تعرف ازاي تظبطها. كل دول مع بعض جوه مفهومك الذاتي، في قيمك، في اعتقاداتك، في مبادئك، في معنى الاشياء بالنسبه لك، وبعدين هتعرف ازاي احنا كلنا لما تربينا خرجنا بدول، ولما خرجنا بيهم كنا فاكرين ان العالم الخارجي زينا بالظبط، فبدأنا نكتشف ان الناس اللي بره مختلفين تماما عننا، وده سبب الطلاق اللي في العالم، سبب المشاكل مع الاصدقاء، وهنعرفها مع بعض وازاي نقدر نخلي عندنا مفهوم ذاتي يتصلح اولا، وبعدين يكون مرن جدا. هنخلص دول، هتعرف بعد كده ان كل دول اللي هي الادراك ادالك معنى، كون لك لغه جواها قيم، جواها اعتقادات، جواها مبادئ، وجواها وجهات نظر، جواها الثمان حاجات دول، دول كونوا لك حاجات ثانيه، خليتك في اتجاه ثاني، كونوا لك حاجه اسمها المثل الاعلى الذاتي، هنتكلم عليه بالتفصيل. لما تسال اي انسان نفسك في ايه؟ يقول لك نفسي اكون ناجح، نفسي نفسي نفسي، دي جوانا، موجوده جوانا، والا ما كنتش تعرفها، والا بتتكلم عليها ليه؟ تبقى مش موجوده اطلاقا. المثل الاعلى الذاتي كون لك الصوره الذاتيه، كل انسان عنده صوره عن نفسه مرسومه جواه. هو مين بالظبط؟ ففرض مثلا حد عايز ينزل وزنه، اذا كانش ينزلها جوه مش هينزلها بره، ودي قانون المراسلات، العالم الداخلي هو السبب في الخارجي. فانا بعمل حاجات من بره، عايز ابطل عصبيه، عاوز ابطل التدخين، عاوز اتحكم في اعصابي، مش كده وبس، عاوز انزل وزني، ابدا شويه وبعدين ارجع تاني زي ما كنت، لان الصوره الذاتيه اللي جواك اللي انت رسمتها عن نفسك اللي المخ يروح يشوفها جوه هيخليها لك بره. العالم الداخلي هو السبب في الخارجي، والخارجي بينعكس على الداخلي ويأكده لك. هنتكلم في الصورة الذاتية، بعد كده هنتكلم في التقدير الذاتي اللي هو بسببه الإدمان، المخدرات، التقدير الذاتي الضعيف، في 12 نوع من أنواع الإدمان، في ضعف في الشخصية، ضعف في الثقة في النفس، هنتكلم في الحاجات دي بالتفصيل. ومن هنا هنتكلم على حاجة اسمها تحقيق الذات، لأن عارف المثل على الذاتي كون لك الصورة الذاتية، الصورة الذاتية كونت لك التقدير الذاتي، والتقدير الذاتي بياخدك في تحقيق الذات. ومن هنا الحته اللي فاضله في دول في المفهوم الذاتي هنتكلم على الثقه في النفس، ازاي بتتكون؟ ليه في ناس عندهم ثقه في نفسهم وناس ما عندهم ثقه في نفسهم؟ يعني ايه الثقه في النفس وازاي ممكن ننميها؟ زي ما انتم شايفين هنتكلم على حاجات في منتهى الروعه، الحاجات اللي احنا ماشيين بيها ومن غيرها ما نعرفش نعيش، نتلخبط. لما عندك ثقه في نفسك ممكن تعمل ايه؟ لما عندك ثقه في نفسك انك تقول رايك وتكون تعرف ازاي تتصل بالاخرين، هتتصرف ازاي؟ لازم تعرف ازاي تتصل بنفسك مظبوط. هنتكلم في الحته دي، ودي في المفهوم الذاتي. بعد ما نخلص كل تفاصيل المفهوم الذاتي بالادراك، هنتكلم فيه بالتفصيل معاني الادراك. عارف الادراك له انواع، يعني ايه الادراك اللاواعي؟ الناس ماشيه 90% اللي بيعملوا من غير ما يفكر، حد بيدخن ما عندوش فكره بيعمل في نفسه ايه، ما عندوش فكره بتسبب له اكتر من نوع من السرطان، بتسبب الزهايمر، بتسبب فقدان الذاكره، بتسبب باركنسون اللي هي الرعاش، بتسبب فشل كلوي، بتسبب الجلطتين المخيه والصدريه، و18 فتوى من علماء المسلمين بما فيها هنا انها حرام. طب بتعمل ايه لنفسك لو ميت دلوقتي؟ هتقول ايه لله سبحانه وتعالى؟ لما تيجي تفكر فيها بيبدا في ادراك، لان انت عايش بطريقه لا واعيه. بعد كده عندك الادراك الواعي، عندنا الادراك الداخلي والادراك الخارجي. ومن هنا هنتكلم على ادراك القدرات والامكانيات، هنتكلم على ادراك الاشياء اللي بتتحكم في مصير الانسان، حاجتين. لما نتكلم في دول بالتفصيل هتعرف ازاي الانسان ممكن يربط سعادته كلها في حاجه ما تستاهلش، وبعدين لما تروح منه
يبوظ كل نفسيته ودور على حد يساعده. ازاي الروابط تعرف تتحكم فيها؟ ده كل ده الجزء ده هنتكلم فيه في الطريق الى النجاح. لما نخلص الحته دي هنتكلم في حاجه في منتهى الخطوره، العادات. يعني ايه عاده؟ ازاي بتتكون؟ ايه السبب ان حد يكون عاوز يعمل تغيير في حياته ما بيقدرش؟ ايه السبب ان في عاده تكون ماسكاه بقالها سنين يحاول يغير فيها ما يقدرش؟ حد يكون مثلا بيتكلم بعصبيه جدا ويحاول يغير وما يقدرش، ومعنين في شهر رمضان تروس لي ماشي كويس جدا 30 يوم، لكن بعد رمضان اول يوم العيد يتحول انسان تاني خالص. ايه السبب؟ يعني في حاجه اسمها العادات، العادات اللي جوانا اللي احنا اتبرمجنا بيها من صغرنا اتكونت جوانا، وعشان تغير عليها نظام لازم تعرف ازاي توصل مع العادة وتخليها تشتغل معاك بدل ما تشتغل ضدك، وما تقاومش، لأن أي حاجة تقاومها هتقاومك. فهنتكلم على العادات إزاي بتتكون، والعادات السلبية تكتشفها إزاي من غير ما تاخد بالك موجودة، إزاي تكتشفها وبتسبب لك إيه، والعادات الإيجابية تكونها إزاي، وإزاي تحول عادة سلبية إلى عادة إيجابية، بما فيها التدخين، بما فيها انك تاكل حلويات مش محتاج لها، بما فيها تاكل وانت مش جعان، بما فيها تتعصب من غير ما تاخد بالك، بما فيها ممكن حد يكون بينصب، حد ممكن يكون بيضيع وقته، المماطله، يشتري كتب ما يقراهاش، كل دي عادات هنتكلم فيها بالتفصيل وازاي ممكن نحولها الى قدرات. هنتكلم على القيم. يعني ايه قيم؟ يعني ايه قيمك؟ ايه المهم بالنسبه لك؟ انت صاحي من النوم ليه؟ ايه المهم بالنسبه لك؟ معناها ايه بالنسبه لك؟ هتتكلم على القيم، وهنا هنتكلم على 7 قيم اساسيه وهنتكلم عليهم بالتفصيل، وهنتكلم على 12 سؤال ازاي تعرف تظبط 7 قيم دول. ولما نخلص دول هنتكلم على احتياجات الانسان الاساسيه اللي من غيرهم الانسان يبقى غير متزن ويتلخبط اخر لخبطه. شايفين كل ده في طريق النجاح؟ ده كل ده في جزء واحد بس. ومن هنا بعد ما نخلص الجزء ده كله هنتكلم بعد كده في حاجه انا بسميها الاخوه الثلاثه، القرار والاختيار والمسؤوليه. الطريقه اللي انت قاعد بيها قرار، الطريقة بتفكر بيها قرار، الطريقة انت بتاكل بيها قرار، اي حاجة تعملها قرار. وحتى لو قلت انا مش عاوز اقرر، ده قرار في عدم استخدام القرار. وطالما قررت لازم تختار، لان القرار لازم مع اختيار، يجي القرار الاول وبعدين بتختار الوسيلة. لكن التالتة المسؤولية، لو تاخد مسؤولية حياتك بدأت هنا من جذور القوة الذاتية. فانا هتكلم على الاخوة الثلاثة دول، في خلال ما احنا بنتكلم عليهم هنتكلم على القتلة الخمسة. القتلة الخمسة، اللوم، النقد، المقارنة، الشكوى، المماطلة، هنعرف الناس بيعملها ليه. واحنا قبل كده اتكلمنا على العادات عشان نعرف ازاي نتخلط من العادات السلبية. زي ما انتم شايفين الطريق للنجاح محطات، كل محطة بتؤهلك انك تروح للمحطة اللي بعدها، وكل محطة هتوصلك للآخر بإذن الله. بعد ما نخلص كل دول بنتكلم على القرار بالتفصيل، على الاختيار بالتفصيل، كل دول بنتكلم عليهم بالتفصيل. ومن هنا حلقة نفسنا بعد كده بناخد بالنا من القتلة الخمسة دول. هنخلص كل دول هنتكلم على قوة التغيير. ايه اللي ممكن يحصل للإنسان بعد ما بقى متزن في الحياة، بعد ما بقى رائع في قيمه، بعد ما عارف ازاي يحول عاداته، ايه اللي ممكن يغيره؟ حاجتين كبار، التغيير، والتغيير بيجي باستمرار. هنتعلم ازاي نتحكم في التغيير، ومش كده وبس، تحديات الحياة ممكن تيجي لك كل يوم، في صحتك ممكن جدا، حاجة تحصل لحد انت بتحبه ممكن جدا، في فلوسك، في شغلك هتيجي، لان الحياه كلها عباره عن مدرسه. الحياه كلها مدرسه، فانت بتتعلم كل يوم، كل يوم بيجي لك درس معين بتتعلم منه. فالحياه طول ما انت ماشي فيها هيكون فيها تحديات، هنتكلم في تحديات الحياه. ومن هنا بعد كل دول اصبحت مؤهل. تخيل بعد كل دول اصبحت مؤهل لايه؟ انك تعيش حلمك، مش مجرد اهداف. هنتكلم على الرؤيه والاهداف والاحلام. الاحلام مش انت تقعد تحلم بالليل، دي احلام بالليل، لكن في احلام اليقظه، في الاحلام اللي هي اساسا مجرد حلم، دي اللي قالين عليها الشاعر كان حلما فخطرا فاحتمالا ثم اصبح حقيقه لا خيالا. الحلم بقى خاطر، الشخص بيفكر فيه وبعدين بقى احتمال، ليه لا يعني؟ اديني امل، ليه لا يعني؟ واصبح من هنا كان حلما فخطرا فاحتمالا ثم اصبح حقيقه لا خيالا، لان اي حاجه متحقق النهارده، الموبايل اللي في ايدك، اي حاجه انت بتعملها كانت حلم حد في يوم من الايام. فليه حلمك انت ما تحققش؟ هنتكلم على دي، ازاي تاخد الحلم وتحوله لهدف، والهدف تحوله لرؤيه، والرؤيه تبدا تشتغل عليها شويه شويه لغايه ايه؟ لغايه ما تحقق حلمك. هنشتغل فيها مع بعض. ودول ال 30 حلقه كل دول ايه؟ جزء واحد بس من البرنامج اللي احنا شغالين فيه ده. الجزء الثاني والقسم الثاني بنتكلم على حاجه بنسميها نادي الدكتور ابراهيم فيل للناجحين. طبعا الجزء الاولاني في طريق النجاح هكون معاك لوحدنا، هكلمك وهنمشي بالذاكره المتتبعه. والجزء الثاني هكون مع ناس،
ساعتها ممكن اسالني. فانا بقول لك دلوقتي ابعت لي اسئله. الناس اللي بتبعت لي اللي بيوصلني اكتر من 500 ايميل كل يوم، ما بنقدرش نرد عليهم كلهم، صعب. فالايميل بتاعي بيفرقع من كتر ما بنقدرش. الناس بتطلب كل حاجه، ابعت لي هنا هرد عليك، هنبحث عن بتاعي. ابعت لي ايميل، ابعت لي فاكس، ابعت لي جواب، كلمنا في التليفون، كلموا، ابعت لي وانا هرد عليك. ده الوقت اللي انا ممكن ارد عليك فيه. ده هنتكلم على حاجات اجتماعيه بما فيها العلاقات الزوجيه، هنتكلم على علاقات الاباء بالابناء، هنتكلم على فن الاتصال، هنتكلم على التحديات في الحياه، هنتكلم على الخوف المرضي، هنتكلم على القلق. الحاجات دي كلها زي ممكن تشتغل بيها.